خلصنا الشروط، نشوف بقى أمثلة كده يعني إيه إسرائيلية شوية. الله مانح الناس حقوقهم. الله لفظ الجلالة مبتدأ صح، مانح اسم الإيه الفاعل. تعال نشوف شروط العمل، ما هو مانح هنا خبر، يبقى خلاص اعتمد على مبتدأ. دل على الحالة والاستقبال، دل يا أستاذ، خلاص يبقى كأن الجملة الله يمنح هو هيمنح هو إيه الناس مفعول به أول، حقوقهم مفعول به ثاني، لأن هنا احنا اتفقنا اسم الفاعل بيعمل عمل فعله، هنا الدور بتاع فعله ايه؟ من الافعال المتعدية لمفعولين، منح من الافعال اللي بتنصب مفعولين ليس اصلهما المبتدأ والخبر، فهنا الناس المفعول الاول حقوقهم المفعول الثاني، فلما منح بقت مانح وتوفر فيها الشروط خلاص يبقى ده مفعول اول وده مفعول ثاني. ملحوظ، يعمل اسم الفاعل النكرة إذا وقع حالا أو منادى منون، يعني خارج الشروط الأربعة بقى اللي هو معتمد على نفي استفهام مبتدأ موصوف، قال لك إذا وقع حالا ماشي يعني عشان بيشبه هنا الموصوف، أو وقع منادى منون اللي هو في الغالب بيبقى الشبيه إيه بالمضاف اللي هي زي جاء الولد راكبا دراجة، فهنا جاء الولد فاعل راكبا هنا دي حال. الله يا أستاذ ما دي زي اللي فات، لا طبعا دي الولد، هي لو انا قلت جاء ولد راكب كانت في الحاله دي هتبقى راكب دراجه لان كانت راكب هتبقى نعت، لكن هنا حال لان الولد معرفه، وفي الحاله دي جاء الولد يركب هو دراجه، يبقى دراجه هنا مفعول به، ويطالبا العلم، وده اللي التنوين اللي في طالبا انت تعودت كده، قال لك اذا كان منون يبقى شبيه بالمضاف، يبقى معنى كده ان الكلمه اللي وراه مش مضاف، وعلى فكره مش لازم تبقى جر ومجرور زي ما انت ما اتعلمت في ثالثه اعدادي من بعض الاسئله، الطلبه كانت تيجي تساله يقول لك شبيه مضاف يقول لك وراه جر ومجرور، مش شرط يا شباب، مش شرط يجي وراه جر ومجرور، ما هو جاي هنا كلمه تانية اللي هي كلمه ايه؟ كلمه العلم، ومش جر ومجرور وتعرب مفعول ايه به. ملحوظه الثانيه، اذا دل اسم الفاعل على ذات جاء المعلم خلاص، لكن لو قال المعلم غيره خلاص دخلنا كده في عمل. نجح الطالب، لو قال نجح الطالب ايه الطالب حقه مثلا يبقى في الحاله دي بيطلب حاجه، هنا اذا دل اسم الفاعل النكره على الماضي لا يعمل، اهو المثال الطالب اخذ، وهنا ما اقدرش اقول اخذ عشان تبقى عارف، لان لو جه في الامتحان وقال لك اخذ وحط هنا تنوين على حرف الذال وقال لك صوب الخطا يبقى لازم تشيل الضمتين وتحط ضمه واحده. يا استاذ ده اخذ خبر معتمد على مبتدا بس مش دل على الحاله والاستقبال يا شباب، كلمه امس هي، يبقى في الحاله ديت مش هتبقى عامله وهتبقى الكلمه اللي وراها مضاف اليه. عين اسم الفاعل العامل وبين سبب عمله واعرب ما بعده. الاسلام حافظ حقوق المراه. الاسلام هنا مبتدا صح، حافظ خبر بس هي اسم فاعل يبقى اعتمدت على مبتدا دلت على الحلقة والاستقبال، يبقى كأن الجملة الإسلام يحفظ هو حقوق المرأة ماشي. طيب يبقى الحقوق تتعرب ايه، وقال لك اعرب ما بعده بقى، هنا ما قالكش هات كل كل معمول له، يبقى إذن هنا مفعول به منصوب بالايه بالفتحة. هذا الرجل متقن عمله. يا أستاذ اسم الفاعل هنا متقن يا أستاذ، تمام، بس هو عامل ليه؟ تعالى كده نشوف مع بعض. يا استاذ هذا مبتدا والرجل خبر ومتقن دي ايه؟ اقول لك طبعا انت كلامك غلط، لان هذا مبتدا بس الرجل ده معرف بقال يبقى بدل، لان الجمله ما خلصتش. لو انا سالتك وسالت اي حد ماشي في الشارع كده هذا، هيقول لي هذا مين؟ هقول له هذا الرجل، هيقول لي ماله؟ ماله بقى دي هي متقن، يبقى متقن دي الخبر، يبقى اعتمد على مبتدا دل على الحلقه والاستقبال، يبقى هذا الرجل يتقن هو، انا عايزك تعمل كده عشان تعرف تجيب الجمله، يتقن هو يبقى الفاعل هو، هيتقن ايه؟ عمله، يبقى عمله هنا المفعول ايه به. المثال اللي جاي بقى حسب قرايتك بقى الشباب كده يقول لك ايه اراضي ضميرك، اراضي ضميرك، هو ضميرك عنده اراضي يا استاذ؟ ده ضميرك ده من الاقطاعيين؟ طبعا لا، هي مش اراضي، مش اراضي جمع ارض، هي اراد هنا مكونه من ال هي الهمزه وراد اللي هي خد بالك بقى هي راد دي اللي كنا بنتكلم عنها، راد دي اللي هي اسم الفاعل من الفعل الناقص رضا رادي، فهنا الراد لانها مبتدا مرفوع بالضمه المقدره وهو غير مضاف يعني ما فيش وراه مضاف اليه فتحذف الياء ويعوض عنها بكسرتين، وهي راد هنا اسم فاعل واسم فاعل عامل لانه دل على الحلقه والاستقبال اعتمد على استفهام، يبقى كاني بقول هل
يرضى ضميرك. الوضع اختلف هنا بقى، مين اللي هيرضى؟ ضميرك هنا اللي هتبقى فاعل مرفوع بالضمة عن فعلك وإيه وقولك. سؤال آخر، علينا أن نكون حامدين الله على نعمه. خد بالك السؤال ده أنا قصد أجيبه، ليه قصد أجيبه؟ عشان اسم الفاعل هنا حامدين. طب يا أستاذ هنا مفيش أي تنوين، عرفتنا أن اسم الفاعل لازم يتنطق بتنوين عشان يبقى عامل ويبقى الكلمة اللي ورايا فاعل مفعول بيها. أقول لك ما هو عادي، ما هي النون هنا زي التنوين. هو مش القاعدة بتقول تحذف نون المثنى وجمع المذكر السالم عند الإضافة، وتحذف يحذف التنوين عند الإضافة؟ فالنون موجودة. فهنا علينا أن نكون حامدين الله، ماشي؟ لكن هنا لو حذف النون يبقى معناها أن هو هيجيب وراها مضاف إليه، فهو ما حذفش هنا. طب حامدين يا أستاذ ما فيش استفهام ولا نفي ولا في مبتدأ قبلها، ما هو ما فيش مبتدأ بس في اسم كان. علينا أن نكون نحن حامدين، دي خبر كان والخبر يعتمد على مبتدأ، لأن في الأصل أصلا كان مش موجودة، هي أصل الجملة ها نحن حامدون. كان لما بتدخل هي اللي غيرت في الإيه في الجملة، لكن هنا حامدين معتمد على مبتدأ دل على الحال أو الاستقبال، يبقى هنا كأنها بالضبط علينا أن نكون مثلا إيه ها نحن نحمد ها نحمد. مين بقى اللي بنحمد؟ اللي بنحمد نحن، بنحمد مين؟ الله. يبقى لفظ الجلالة هنا يبقى مفعول به منصوب بالإيه؟ بالفتحة. لا طالب علم مذموم ولا طالبا علما مذموم، ويجيب لك كده ويقول لك ايه اعرف. خد بالك، لا طالب علم ولا طالبا علما، ايه الفرق بين المثالين؟ الفرق ان كلمة طالب هنا في الاولى مش منونة، وهي اسم فاعل واعتمد على نفي ودل على الحال او الاستقبال. بس ليه؟ ليه ما نونهاش؟ عشان هو عايز كلمة علم تبقى ايه؟ تبقى مضاف ايه؟ مضاف اليه. خلاص يبقى علم هنا مضاف اليه. الجملة دي على فكرة دي حاجة اسمها لا نافية للجنس، هتاخدها في تانية ايه سنة، فمش هنفصل في اعرابها. لكن كان ممكن نفس المثال ده يا طالب العلم ويا طالبا العلم في الحق، نفس شبيه بيه، بس ده هيبقى في المنادى بقى. هنا علم مضاف اليه، لكن لا طالبا علما. هنا طالبا هنا اسم فاعل عامل دل على الحال والاستقبال، اعتمد على ايه؟ اعتمد على نفي، فبالتالي هيبقى طالبا علما يعني لا يطلب هو علما، يبقى علم مفعول به. انما في المثال الاول اضيف اسم الفاعل لمعموله، يعني كلمة علم اللي المفروض تبقى مفعول به بقت مضاف اليه، وده اللي يفسره حذف الايه التنوين. فانت في تانية ثانوي لما هتاخد مثالين زي دول هات فئة لا نافية للجنس، هيبقى طالب في المثال الاول بيتعرب ايه؟ بتتعرب اسم لا نافية للجنس ايه؟ مضاف منصوب بالفتحة. ولا طالبا علما اسم لا نافية للجنس منصوب بالفتحة بس نوعه شبيه بالايه؟ بالمضاف. طيب اجعل الفعل اسم فاعل عامل واعرب ما بعده، يدعو المؤمن ربه. خلاص انت عشان تعمل الكلام دوت هتعمل الاتي. المثال ده حابب اجيبه لك على الورق عشان تفهمه، هنكتبه كده في نفس الورق عشان يعني احنا بنهلك ورق كتير بصراحة، فهنشد خط كده ونكتبه، ماشي؟ طيب هنا يدعو المؤمن ربه، انت اصلا في الجملة دي يدعو فعل والمؤمن فاعل وربه مفعول ايه به. هو قال لك خليه اسم فاعل عامل، هو شرط، خد بالك عايزه اسم فاعل عامل، تفرق عامل يبقى لازم يكون ينطق، يعني ما فيش وراء مضاف اليه، ينطق بالتنوين، يعني عايز ان انت ايه ما تضيفوش لمعموله. فهنا هتقول المؤمن، هتيجي ليدعو، يدعو يا استاذ دي المفروض تبقى داعي. هقول لك ما هو تعربها عشان تشوف الياء هتتحذف ولا لا. المؤمن مبتدأ مرفوع بالضمة، داعٍ هتبقى خبر مرفوع مفيش وراها مضاف إليه لأن ربه قلنا مفعول به، يبقى لازم تبقى داعٍ، وهنا هيبقى ربه هنا مفعول إيه به. دي الطريقة. يبقى إذن كده هنا بص معايا نجيب الإيه اللوحة الأساسية، المؤمن داعٍ ربه، ماشي، وتبقى ربه مفعول به. نشوف بقى الأسئلة الاختيارية عشان خاطر نشوف وقتنا ونشوف هناخد ايه بعد كده. جاء ابي راكبا سيارة، ما تحته خط يعرب. ها جاء ابي راكبا سيارة، بص جات لك في الامتحان، لا قال لك اعمال اسم الفاعل ولا جاب لك، قال لك ان دي اسئلة على درس الاستاذ احمد بتاع اعمال اسم الفاعل. انت في الامتحان بتتفاجئ، فالطالب لقى سيارة ما فيش قبلها فعل، فعمره ما هيفكر في الفاعل ولا المفعول به عشان تبقى عارف. لكن الطالب الفاهم الواعي هيعرف ان راكبا
اسم فاعل هيشوف كده جاء فعل ابي هتبقى ايه فاعل راكبا هنا حال حال ازاي يا استاذ ده ابي نكره اقول لك لا ابي ده مضاف لياء المتكلم يبقى معرف بالاضافه يبقى راكبا هنا حال يبقى زيه زي الايه النعت والمنعوت فهيبقى عامل يبقى راكبا يبقى اصلها جاء ابي يركب هو سياره يبقى مفعول ايه به ببساطه خد الامور ببساطه ما تحملش على نفسك طيب يرجو المؤمن النجاة المثال ده زي اللي لسه واخدينه من شويه لكي يصبح اسم الفاعل اسم يصبح الفعل اسم فاعل نقول المؤمن ايه النجاة ماشي هنا خلي بالك عشان اللي يرجو تبقى اسم فاعل ليها حلين على فكرة ممكن اقول يرجو المؤمن او اقول المؤمن راجي النجاة واعتبر ان النجاة اسم ايه ان النجاة مضاف اليه صح طب ولو انا هعتبرها ان هي مفعول به انا همشي حسب الجملة يا شباب الجملة بتقول يرجو يرجو فعل والمؤمن فاعل والنجاة مفعول به يبقى انا لما احول اسم الفعل لاسم فاعل لازم احافظ على الجملة فعشان احافظ عليها يبقى لازم اقول المؤمن وهنا مبتدا وهتبقى الكلمه اللي بعدها اللي هي راجي او راجل لسه ما اتفقناش هتبقى خبر مرفوع تبقى نكره مرفوعه والنجاة مفعول به يبقى في الحاله دي مش مضاف اليه يبقى لازم التنوين يبقى موجود يبقى المؤمن راج النجاة المؤمن راجل النجاة خلاص احنا اتفقنا ان ده عامل سبب اعماله ايه اعتماده طبعا على مبتدا خلاص احنا عارفين ان المؤمن مبتدا وراجل هنا خبر طيب يبقى بالتالي لما اقول المؤمن راجل النجاة هتبقى النجاة ايه ما يا استاذ ما احنا لسه قايلينها هتبقى مفعول ايه به اقول لك انا بفكرك بس عشان ما تنساش عشان انا هدخل في حاجه جديده فمش عايزك ايه تنسى هناخد بقى حاجه كده ان شاء الله